طيب في تفاصيل اكتر عشان نعرف الغلط هنا عند مين. معايا على التليفون الكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي. كابتن ناصر مساء الفل. تحياتي ليك كابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. اولا انا بتكلم في شق قانوني ومهم جدا بخصوص البيان التوضيحي او الشفافيه اللي يجب ان تتخذ وتعلن من لجنه الحكام، واللي احنا بنتكلم في موضوع مش مستاهل كل الدوشه دي يا كابتن ناصر. كابتن محمد تسمح لي بس تديني فرصه. اتفضل. اتكلم في ثلاث نقاط مهمه جدا. هي رساله لرئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم فيتور بيريرا مع لجنه الحكام بالكامل. ان النهارده اي محلل تحكيم او اي برنامج النهارده الهدف منه كابتن محمد هو ان احنا بنساعد هؤلاء الحكام، بنساعد لجنه الحكام في تطوير الاداء. واحنا مش بنطلب حاجه بعيده قوي، احنا بنطلب الشفافيه في ان المسؤول يطلع يحدد من هو المخطئ في المباراه اللي هي فيها حالات جدليه. تاني بقول احنا هنا دورنا مش بننتقد الحكام او لجنه الحكام عشان الرساله توصل بشكل كويس، احنا معاكم ومساندين وداعمين، بس لابد ان كنتوا تساعدوا نفسكم عشان تدونا قناعات، لان خلي بالكم ان الناس اللي بره ناس بتفهم واحنا بنحترمكم، فلابد ان كنتم تحترموا. صح. انا هروح للاول لحاجه مهمه جدا جدا جدا، وبنتكلم في اقوى دوري في الدوريات الخمسه يا كابتن محمد، ودوري انجليزي. لما يطلع النهارده هاردوي بريس لجنه الحكام المحترفين في الدوري الانجليزي وبيقدم اعتذار رسمي لناديين مش لنادي واحد، يقدم اعتذار رسمي للارسنال والبرايتون. ارسنال وبرايتون الناديين قدم لهم اعتذار رسمي بسبب الاخطاء التحكيميه، واعلن كده ان هو بيعتذر للاخطاء اللي حدثت، وشرح الاخطاء بالظبط اللي كانت يعني تقريبا من حكم الفار اللي هو كان لي ميسون، اللي هو الحكم الفار اللي ما رسمش الخطوط في هدف برايتون اللي في هدف برينتفورد في الارض. يعني التوضيح والاعتذار مش حاجه احنا بنطلبها صعب عليهم مثلا، ده لا متبع. لا خالص يا كابتن محمد، زي ما قلت الارسنال دي في هدف غير صحيح بسبب ان حكم الفار ما رسمش الخطوط، وبالتالي هنا تم معاقبه حكم الفار، وطلع قال كده الراجل بكل شفافيه ان هذا الحكم لم يؤدي دوره في الفار، وبالتالي هنا تم ايقافه وقدم اعتذار رسمي وشرح الحاله بشكل أكيد. الكلام ده كابتن محمد في ساعتها، يعني ما خدتش الامور، ما خدتش وقت. نفس الشيء في ماتش برايتون وكريستال بالاس، تم تسجيل هدف غير صحيح بالمره في برايتون كريستال بالاس وخسر برايتون، وبالتالي هنا كانت اخطاء تحكيميه مؤثره في نتيجه المباراه. انا هنا بقول الكلام ده ليه؟ هذا رئيس لجنه الحكام طلع بالدليل ادان حكامه وقال ان هم اخطاوا، وما عندوش مشكله خالص في ان هو يقدم اعتذار. هي دي الثقافه يا كابتن محمد، هي دي الشفافيه اللي احنا بنطلبها، احنا ما بنطلبش اكتر من كده. الشيء المهم اللي انا بتكلم فيه لما يجي المصدر مسؤول في لجنه الحكام، وانا بقول الكلام ده مهم قوي قوي، ايا كان من هو لابد ان هو يوضح من هو المخطئ ويوضح ايه اللي حدث بالظبط في حاله مباراه النادي الزمالك مع النادي الاسماك. اكيد الكل شاف. خلي بالك الهدف الاول واعتقد ما حدش اختلف عليه يا كابتن محمد، هو هدف من مخالفه تسبق في مخالفه تسبق الهدف، وبالتالي هنا الفار ادى دوره ب 10 على 10. طبعا مدحت ادى دوره 10 على 10. عمل اللي اتقال عليه وجاب محمد عادل، او يعني محمد عادل ما خدش بالقرار يا كابتن، وانا سؤال محمد عادل هسال سؤال. الاتحاد الافريقي النهارده محمد انت بتلعب في الاتحاد الافريقي، لو الفار جابك النهارده او قال لك تعالى هل تجرؤ انك انت ما تروحش؟ ده السؤال. ايوه ده السؤال. يعني احنا انا بس الموضوع كبير يا كابتن محمد، بس انا مش عاوز اخرج. وشفت حضرتك ماتش الوداد وهيثم إرادة الحكم التونسي المتميز استدعى الجريء الشجاع اللي استدعى الحكم اللي هو دانيال لاريا. دانيال لاريا وجابه في بطاقتان حمراوان، الراجل لما تعدد فيه ان هم اشهر الكارتين. وبتلعب لمين؟ بتلعب لسان داونز، وانت عارف سان داونز رئيس الاتحاد الافريقي هو من جنوب افريقيا والوداد، حاجه محترمه جدا. وانا اشد بهيثم إرادة، مفيش ابدا، كل واحد بيأدي شغله على اكمل وجه. اكيد. اروح للحاله اللي هي الاولانيه، احنا قلنا هدف تسبقه مخالفه، وهنا الهدف كان يجب عدم احتسابه، دي الحاله الاولى. وهنا لابد ان انا اطلع اقول واشرح كان كمسؤول، انا نفسي يعني نفسي انا عاوز اتعلم يا كابتن محمد كراجل جمهور مش محاضر. قول لي هل انت قلت في مخالفه ولا مفيش؟ سؤال كمسؤول لجنه الحكام، انت قلت
ان قرار محمد عادل صح او قلت ان قرار الفار غلط. اطلع على جروب لجنه الحكام في الكواليس، كل اعضاء اللجنه قالوا الهدف سليم ما عدا الكابتن احمد ابو العيله هو اللي قال الهدف مش سليم. سؤال، قول لي ليه سليم يا كابتن؟ من فضلك يا كابتن، احنا ناس بنفهم تحكيم. كابتن محمد، انا مش عايز اقول ان انا حضرت اول واحد في المحاضرين، حضرت عارف طبعا اجتماع الاتحاد الافريقي وراقبت بعديها باسبوع، وبنعرف نقيم الحكام الحمد لله، بنشتغل كويس قوي او متابعين حتى الان. من فضلك انا محتاج منك انك انت تطلع تقول لي ليه بقى تغير قناعاتي. ليه الحكم صح او ليه الفار غلط؟ تمام، وهو دوت اللي حصل في هاردوي بريسلينج. الحكام في الاتحاد الانجليزي قال كده، قال الحكم الفار اخطا. طيب الحاله الجدليه بقى يا كابتن ناصر اللي بنتكلم فيها الثانية هذه الحاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. احنا بنتكلم النهارده في خطا واضح وهو الضرب من غير كوره. خلي بالك ده سلوك مش لعب. تاني بقول ان هذا سلوك وليس لعب. اللعب ان انا لما انا محمد سعيد راح يلعب وهو عنده نيه لعب وهو بيلعب استخدم التهور او استخدم القوه ازاي؟ هنا بنعاقبه على ان هو كان في نيته اللعب، ولكن القرار الانضباطي هنا ممكن يبقى اصفر ممكن يبقى احمر. اما فيما يخص السلوك الماشين اللي هو الضرب من غير كوره يا كابتن محمد، دي ما فيش فيها عندنا فصال. هنا في توقف اللعب، احتساب مخالفه ركله حره مباشره، بطاقه حمراء صريحه واضحه، ودي حاله من الحالات الواضحه جدا للحكام بنقولها لهم. تمام، اسهل حاله تحكيميه. سؤال هنا، مسؤول مع احترامي للمسؤول لجنه الحكام، حضرتك قلت فسرت القرار الاولاني ان الحكم كان قراره صح. قول لي بالله عليك ان القرار الثاني ايه اللي حصل فيه؟ انا محتاج اعرف كابتن محمد من هو المخطئ؟ هل مصطفى مدحت لم يستدعي حكم الفار، حكم الميدان؟ بلغه يا كابتن ناصر. يبقى هنا النهارده هل المساعد اللي هو قريب من الحاله التحكيميه ما اتكلمش مع محمد عادل؟ كلم محمد عادل قبل مصطفى مدحت ما يتدخل والفار يتدخل. يبقى هنا كابتن لازم اللي يكون في وقفه من لجنه الحكام تطلع تقول هذا الكلام، وهو ده اللي احنا محتاجينه. كابتن محمد، احنا محتاجين الشفافيه، احنا مش مع ولا ضد، احنا مع التحكيم وتطوير التحكيم ومع لجنه الحكام، ولكن المسؤول عندما يظهر المسؤول لابد انك انت تديني قناعات من الناحيه الفنيه، يعني تشرح لي الحاله تفصيليا توضيحيا، بتشرحها بدقه، ولكن مش مع انك انت تطلع تقول هدف سليم، هدف غير سليم، حاله فيها لا. لا الكلام ده ما ينفعش يا جماعه، لان في ناس قاعده بتتفرج. وحاجه ثانيه يا كابتن ناصر، ما هو برضو المساعد الثاني عمر فتحي اتدخل وبلغ الكابتن عادل ان في ضرب داخل منطقه الجزاء، حكم تقنيه الفيديو الكابتن مصطفى مدحت اتكلم مع الكابتن محمد عادل. لو اتكلموا في وصف اللعبه بشكل خاطئ خلى الكابتن محمد عادل ما يقتنعش ان في حاجه، عشان كده ما راحش للفار، برضو نعرف يعني برضو نعرف. هنا كابتن محمد بيتكلم في حاجه مهمه جدا، في مثل هذه المباراه لابد هو ايه اللي حصل في تاني. هرجع الاتحاد الانجليزي، ايه اللي حصل بعد المباراتين؟ تم تحديد اجتماع عاجل من لجنه الحكام المحترفين برئاسه هاردويب. الاجتماع عاجل كان تاني يوم مباشره لسماع كل الاطراف اللي هي كانت بتحكم وتدير المباراتين. قبل ما يطلع بقرار، قبل ما يعتذر للنادين، سمع كويس قوي من هو المخطئ، مين اللي كان قراره صح. هنا كان لابد من لجنه الحكام تاني يوم اجتماع للحكام بالكامل في اتحاد الكوره. انا بقول لك ده صح المفروض يتعمل، ويسمع من عمر فتحي، يسمع من مصطفى مدحت، يسمع من محمد عادل. في الاخر خالص يا جماعه اطلعوا قولوا ان هنا المقصر كان الحكم او حكم الفيديو. هنا شكل جميل جدا جدا، واحنا هنقف، مش هتدي فرصه لاي حد يطلع. عارف يا كابتن ناصر ايه اللي زعلني بقى؟ أيوة. انا التفاصيل دي كلها عرفتها بعد ما اجتمعوا في اتحاد الكوره وسمعوا المحادثه وشافوا اللعبه، بس اللي خلاني يعني ابقى يعني الناس استفزتنا بتصريحات طلعت قالوا اصل حكم تقنيه الفيديو ما طبقش البروتوكول فتوقف، فعملت اتصالات عشان اعرف اللي حصل، عرفت ان هو ما توقفش. طب ليه بقى نقعد نلف وندور ونطلع تسريبات ونقول كلام غلط؟ طب ما تبقوا واضحين يا جماعه وقولوا انتوا سمعتوا المحادثه واطلعوا اشرحوا. هي الفكره بالنسبه لنا، انت مش عايز توقف كابتن عادل، ماشي ما عندناش مشكله، مش قصه بالنسبه لنا الايقاف، القصة بالنسبة لنا اطلع اشرح للناس ايه اللي حصل، لان في مباريات كتيرة يا كابتن ناصر فيها تفاصيل اكتر من كده، بس احنا دورنا بنحاول من مصادرنا في اتحاد الكورة، في حاجات بنعرفها وفي حاجات ما بنعرفهاش. كابتن محمد تسمح لي في نقطة مهمة برضك، انا يعني رسالة لجنة الحكام بقولها، من فضلك لو سمحت. الأخبار اللي حضرتك بتطلع تقولها، أو هقول حاجة مهمة تانية، لو أنت شفت إن في خبر طلع أنت مش مصدر، انت ما قلتوش، خاصة بإيقاف مصطفى مدحت. سؤال، مصدر قال ان حكم الفار اتوقف، انا كرئيس لجنة الحكام
انا النهارده المفترض اطلع بقول لا هذا الكلام لم يحدث، بطلع اقول كده هذا الكلام لم يحدث. وانا ليه؟ لان انا النهارده بقول المستوى هتوقف، انا النهارده الحكم ما توقفش رسمي، الحكم ما توقفش. طيب الافضل ايه هو كابتن محمد؟ انا بقول اهو الافضل يدي نصيحه لجنه الحكام من فضلك ما تطلعش تدلي بتصاريح، خاصة أنت من الناحية الفنية ما بتدينيش قناعات، خاصة أنك أنت بتقول إيقاف حكم وده يخالف تماما للاتحاد الدولي، ما فيش حد بيطلع يقول الحكم اتوقف يا كابتن محمد. لأسباب فنية. خلي بالك. الإيقاف الفني لم يعلن عنه من لجنة الحكام واتحاد الكورة، ولكن الإيقاف اللي فيه سلوك ماشي أنا معاك. من فضلك أنت كمسؤول. طيب. يا ريت تهدى. ما تطلعش تقول، ما تستعجلش عشان خاطر تقول ان انا اهدي الدنيا، تهدي الدنيا بالعكس، انت عملت مشكله اكتر يا كابتن محمد من الاول، يعني طيب. انت بتحاول تهدي ولكن اللي حصل عشان وقتنا يا كابتن ناصر، باجابه كده نعم ام لا، بعد اللي اتعرض امبارح واللي كشفناه النهارده وراي حضرتك، هل تتوقع هيبقى في بيان توضيحي ولا كالعاده ودن من طين وودن من عجين ولا كنا بنتكلم؟ كابتن محمد انا اتمنى بعد هذه المداخله وهذا البرنامج المحترم اللي احنا قلنا في البدايه معاكم، احنا معاكم، يا ريت تطلعوا توضحوا لنا، لحد دلوقتي احنا مش فاهمين. من فضلكم توضحوا للجمهور، انا بقول يا ريت يا كابتن محمد يوضحوا للجمهور لينا احنا كمحاضرين وكمقيمين ان اللي حصل ده يا كابتن خلي بالك حصل ده كارثه. اه مش مستوعبين ده. ان النهارده قبل كده وهقول سريعا ماتش الشناوي وارتكب سلوك النهارده مجدي خد القرار فورا. صح. فورا ولم يتاخر وادى بطاقه حمراء، ده اسمه سلوك. نفس الحاله يا كابتن ما هي كانت موجوده في ماتش. تمام. انا مش بدي امثله ولكن انا بقول لجنه الحكام في الاخر من فضلكم اطلعوا قولوا لنا ايه اللي حصل بالظبط، وانت عندكم المحادثات اللي موجوده هتكونوا شاكرين جدا جدا ان احنا نفهم، وبالتالي الحكام كمان يا كابتن ما تبقاش في لغط يا محمد، في مشكله الحكم يغلط وبيلعب ودي مشكله كبيره، لا الحكم يغلط اطلع حاسبه وعاقبه. النهارده محمد عادل ممكن بيدي في الممتاز به مباريات قبل ما يدير الممتاز به، هات محمد عادل وهات طاقم التحكيم بالكامل. تمام. وتحدث معهم لان احنا محتاجين نشوف الشفافيه في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والمحلل التحكيمي بالتاكيد معانا هنا في قناه الاهلي. شكرا جزيلا كابتن ناصر، ومش هطول واقول اكتر من كده، بس انا على المستوى الشخصي يعني عارف لا حياه لمن تنادي ومفيش فايده لان محدش بيحاسب. لو اللجنه عارفه ان في اتحاد كوره هيحاسب هتعمل حساب كويس قوي للاخطاء دي، بس محدش بيحاسب فمفيش فايده، بس احنا لا بنزهق ولا بنمل، مكملين في نفس قضيتنا حتى نهايه الموسم، حتى لو الدوري محسوم، حتى لو القصه ملهاش علاقه بالاهلي، احنا هدفنا الكره المصريه وصالح الكره المصريه.